ما يعني بنام في بسمع شخص طلع او حدا بعرفه طلع او رفيقي طلع. وهلأ أنا كمان إذا بصحلي إني يطلع بطنجرة ما بقول لأ. يعني ما في أي مركب بيطلع من الشط اللبناني إلا الدولة ما بتعرف فيه. حيا كل يوم مركبين أو ثلاثة أو أربعة، كل مركب محمل 60 شخص، أقل شيء لل 220 شخص مرات. بآخر سنتين زاد عدد المهاجرين من لبنان بنسبة 450%، بس مش الكل عندهم قدرة ياخدوا فيزا ويشتروا تيكت طيارة. للبعض لكتار خيار الرحيل هو خيار المخاطرة بالهجرة بالبحر. عم نحكي عن آلاف الناس يلي قرروا ياخدوا هالمخاطرة تيهربوا من لبنان. فبيكون عندك حماية من قبل الدولة، والحماية تتم عبر دفع مصاري مثل موتورات الحي وسيترنات المي. تنظمت الهجرة غير النظامية من وقت الانهيار تتصير تشبه كل الحلول البديلة يلي صارت منظمة تتسمح للناس يضاينوا بالبلد. وهيدا التنظيم للتهريب بيصير برعاية بقايا الدولة. هلأ تأمين الخروج بدك تكون انت عندك معارف ضباط معينة سواء بالمخابرات والبحرية، وعندك تواصل كمان مع مخابرات اللي على الأرض موجودين هون والمعلومات، هني بيعملوا لك حماية. في شيء اسمه طب، وهذا طب هو يعني تعتبر هو الدولة بتأمن لك، يعني بيقول لك مثلا يوم الفلان الساعة الفلان معك ساعة بدك تطلع اللانش. ما حدا يقنعك انه المهرب فيه يشتغل شيء لحاله أو أي حدا فيه يشتغل شيء خارج عن القانون إلا برعاية الدولة. يعني هلا مثل ما أنك شايف أي لانش هلا من هون من المينا بده يطلع، في عندك مثل حاجز قدام للجيش، هيدا اجباري بدك توقف عنده وبياخد اسمك واسم اللانش وكل التفاصيل يعني عنه وبتطلع انت. صارت الطلعة بالبحر رغم خطورتها شي طبيعي بطرابلس. لغة المهربين صارت لغة الناس، وصار الكل تقريبا يعرف شو يعني تأمين سكة او طب. بيقول لك انا دافع سكة، سكة يعني مأمن طريق ما حدا يطلع عليه. طب هو محل ما بده يطلع. قصدك انه هيدي السكه هي انه تتامن كرمال ما يصير ما يكمشوا ما يعطل من قبل قوى الامن. الله اعلم. كلفه التهريب، تفاصيل الرحله، المخاطر، الرشاوى، جزء من الحياه الطبيعيه. والعالم كله عم تنشبر روت البلد بالميات، يعني البلد شبه فضيت ما بقى فيها حدا. بصح لي انا اول الناس حروح مثل الناس اللي راحت قبلي. طبعا محمود سافر بال 2020 من أول اللبنانيين اللي جربوا الرحلة بالبحر إلى جانب اللاجئين السوريين وأحياناً الفلسطينيين. ترك مرته وبنته وسافر على قبرص. يعني صارت قصة صدفة، قاعد بالقهوة عم نشرب قهوة هيك سمعت إنه حدا طالع على قبرص وهيك. تشجعت للموضوع. بوقتها ما بتكلف يعني كانت حوالي 7,000,000 دولار. قضينا نحن لأنه 4 أيام بالماي، ما دخلونا بوقتها أزمة كورونا وما كورونا والقصص هيدي. ممنوع نفوت، وانا عملت باسبور وجهزت على اساس اطلع على تركيا، وصرت بيع العفش وبعد كل شيء يعني عندي لحتى اجمع شويه دولار لحتى اطلع على تركيا. صار حديث قدامي على موضوع قبرص، فدغري قلت بدل تركيا بطلع على قبرص. صعب الموضوع انه نحن كنا حوالي 47 شخص ووحدينا ب 10 اشخاص كمان كانوا مقطوعين بالمي، حطيناهم معنا صرنا شيء 57 واحد بطلنا نقدر ننام. بعد 4 أيام ومشاكل بالبحر بين سلطات قبرص اليونانية وقبرص التركية، قدروا الركاب يفوتوا على تركيا وقعدوا بمخيم قبل ما يظهروا منه. بفضل التبرعات قدروا بعد كم يوم يرجعوا على لبنان. هلا حياتي بطرابلس صارت على أصعب من قبل بكتير، يعني وما توقعت نوصل لهالدرجة. يعني هلا أنا إذا بتصحلي بصراحة، إذا بتصحلي قريبة كمان، بس هالمرة ما رح أطلع لوحدي. يعني هالمرة عائلتي قبلي، لأنه أنا بدي أطلع لقالهم. مني عم أتحمل يعني كل يوم شوفهم هيك. أنا لهيك اليوم صارت القوارب عم بتحاول توصل لدول فيها فرصة أكبر لأدخال المهاجرين بالبحر، مثل اليونان أو مالطا أو إيطاليا. بس هيدا بيعني مشوار أطول وأخطر، ومع هيدا كتار بعضهم مستعدين. يمكن جوزي بيعرف السبح فأنا ما بعرف السبح، ومشان ولادي كمان. هلا اكيد انا بتمنى اطلع من هالبلد لانه ما فيها شيء.
مش بس عم بتواجه الناس البحر بلا ولا حماية، عم بتواجه كمان شبكة من المصالح بتتفاوض مع بعضها أوقات على جتت العالم. من 2020 صار في أكتر من كارثة بالبحر وعشرات الضحايا يلي ماتوا أو بعضهم مفقودين. ونقطة زيادة، ممكن يكون هذا تهريب، يكون عمل منظم من قبل الدولة هي رضياني فيه ومسيسرته هالقد، وممكن بعض الأجزاء منه ما يكون لا، بس مليون بالمية أنه دولتك بتعرف كل شيء. تنظيم شبكة التهريب من المهرب وفريقه ليلي بيقبضوا الرشاوى بالدولة، أولويته يربح من مقاس الناس. مراكب محملة أكتر من قدرتها، مراكب عم تبحر بطقس عاطل أو صوب فصل الشتاء، مراكب عم تصطدم بجهات أمنية وفرق تهريب مش منسقين مع بعض أو بين بعض. هول كلهم منن مخاطر طبيعية، هول بقايا الدولة اللي عم بيجربوا يستفيدوا من الناس لأنه شايفين أنه في ربح من مقاس الناس. مصاري يضعوا على الشخص $1000 أو $800 اللي بيشتروا بس مشوا اللانش أو المركب، عالم بتزبطه بيحسنوا فيه، بيركبوا له حمام، بيخلوه جهز أو يعد للهجرة الغير شرعية. بس المركب طبعا غير الهجرة غير شرعية بده يكون ميكانيكو أو الموتور موجود فيه، المكنة موجودة فيه، بدها تكون مكنة قادرة تتحمل مسافة كبيرة مثل من هون لإيطاليا، من بحر العبدي إلى إيطاليا 5 طن مزود، مدة السفرة إذا كان ما في أي مشاكل من 7 إلى 8 أيام. بعرف هذا الشخص شالته متنة بطلع معه بياخذ زيارة، في أشخاص جدي على هالمصلحة وفات التهريب وخربت صورة المهرب. في قسم المهربين بخوف الله وبيطيب مصلحته كتير وبيختار مراكب صح، فنحن ما ناخذ بس الجانب السلبي، لأنه في عوام كتير هلا وصلت عم تدعي للمهربين وهي وصلت على إيطاليا وعلى ألمانيا وبلشوا حياة جديدة. بضلوا أحسن من هون، يعني هم ميت وهونيك ميت، بس إذا بتوصل خلص بتشوف حياة بتحس حالك بني آدم. مع الحالتين حتموت يعني ميت إذا ضليت هون ولا بالبحر.